مع التليفون كابتن ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري لكره الطايره. كابتن ياسر مساء الخير. مساء النور يا كابتن شبان، ازي حضرتك؟ اخبار حضرتك ايه؟ تمام زي الفل الحمد لله. انتوا فجاه قاعدين كده في الديره محدش واخد باله طلعت لكم ازمه عماله كل شويه تتصاعد بشكل غريب جدا. لا هي ما فيش تصاعد ولا حاجة، هو الموضوع بسيط جدا والحمد لله احنا حليناه ان شاء الله، وهي الناديين هيلتزموا بقرار مجلس الإدارة. حضرتك انتوا قررتوا 4 شهور ايقاف وغرامة 100,000 جنيه وهي من حق الاهلي ده مريم مصطفى. لا طب هم الاهلي والزمالك باعتين مريم ودعاء في قائمتهم هم الاثنين، الكلام ده من شهرين مش من دلوقتي. من ساعة ما وقت التسجيل يعني. بس هو الاعلان عن القائمتين لسه مؤخرا. لا ما هو اي حد يعلن عن قائمه، ما فيش حد يعلن عن قائمه لما يكون يتسجل، هو هينزل قائمه من غير ما يكون يتسجل، ولا ده معاه كارنيه ولا ده معاه كارنيه. يعني الاثنين مش مسجلين لهنا ولا هنا؟ ولا متسجلين هنا ولا هنا. لا طب حضرتك هو مجلس الاداره ان مريم هتروح الزمالك وهتدفع غرامه 100,000 جنيه وقف 4 اشهر، وفي حاله ان العقد اللي هي بتقول عليه مزور اثبتت ان هو مزور يبقى هي خلاص هي حره مع تلعب في نادي الزمالك. اثبتت ان هو مش الاهلي اثبت ان هو مش مزور قدامها حل من الاثنين، يا ترجع النادي الاهلي يا تدفع شرط الجزاء اللي هو 3 مليون جنيه. ونفس الكلام بالنسبه لدعاء، دعاء برضه كانت طعنه بالتزوير في نادي الزمالك. طعنه برضه بالتزوير في عقدها ولا بتقول ما اخدتش مستحقاتها؟ لا اخدعانا بالتزوير وما خدتش مستحقاتها الاثنين، وهم الاثنين نفس يعني هما الاثنين نفس الحاله يعني ما خدتش مستحقاتها. بس الدعاء اتقال موضوع مرتبط بمستحقات، انا انت حضرتك بتقول ده معلومه جديده بالنسبه لي. لا هي برضه كانت طعنه بالتزوير برضه. هي كانت عامله عقد جديد برضه يبدا من السنه دي؟ لا ما هو كان عقد سنه وبعدين هي قالت لا الزمالك مقدم العقد بثلاث سنين، قالت لك انا ماضي على سنه بس مش على 3 سنين. ان عقدها كان سنه واحده مش 3 سنين. هي بتقول كده، هي طعنها كده وانها كمان ما خدتش مستحقات السنه اللي فاتت. يعني السنه اللي هي السنه اللي فاتت تقصد فعدها خلص، هي بتقول كده. هي بتقول ان عدها خلص السنه اللي فاتت. طب يا فندم السنه اللي فاتت لما توثق المفروض العقد كان سنه عندكم ولا 3 سنين في الاتحاد؟ لا ما هو قدموا عقد جديد السنه دي. ازاي؟ قال لك العقد ده 3 سنين مش سنه. لا السنه اللي فاتت يا فندم مش العقد اتقدم السنه اللي فاتت؟ في عقد السنه اللي فاتت ب3 سنين، هي بتقول لك لا مش 3 سنين دول سنه. ما هي كل شويه بتقول كلام مختلف، انا ما خدتش فلوسي مره ومره تقول لك لا ده تمام فيه. لا انا اقصد الاهلي الزمالك لما قدم السنه يعني حته ان هو في خلاف في العقود انا مش اقدرش احكم فيها، لان بقى الواحد بيحكم بتزوير او اخد لو في مشاكل في تزوير انا مش جهه قضائيه عشان احكم في تزوير. لا انا مع سعادتك طبعا، لكن انا اقصد ان هي لما اتقيدت السنه اللي فاتت هل العقد اللي كان مقدمه الزمالك كان مدته سنه ولا 3؟ وهل لو مدته سنه الزمالك قدم عقد تاني السنه دي قال لا ده اللي فات ده كان 3، يعني قدم نفس العقد بس 3 والسنه اللي فاتت كان سنه؟ هو نفس العقد بس 3. والسنه اللي فاتت كان متقدم سنه؟ 3 برضه. طب وقدمه تاني ليه طالما هو كده كده ساري و3؟ ما هو بيجدد بقى، هو عشان السنه اللي فاتت كان في مشكله عندهم مع بعض برضه، ما البنت ما لعبتش في الزمالك السنه اللي فاتت برضه. يعني هي عقدها موجود اوريدي في الاتحاد. يعني هي كانت مقيده السنه اللي فاتت في الاتحاد دعاء؟ كانت مقيده في الزمالك السنه اللي فاتت، كانت مقيده في الزمالك وما لعبتش طول السنه. ليه بقى؟ عشان ما قلت لك انا ما خدتش فلوس. يعني هي مقيده بس كانت رافضه تشارك. كانت رافضه تلعب عشان ما خدتش فلوس. السنه كامله الموسم كله؟ الموسم كله ما لعبتش، اتمرنت معاهم في الاول شويه ولو ما خدتش لما ما ادوهاش الدفعه المقدمه باين بطلت تروح تتمرن. طب انا عشان النقطه تبقى واضحه دي للناس، الزمالك كان مقدم السنه اللي فاتت عقد مدته 3 سنين مش سنه. ايوه السنه دي بقى جت بتقول لك لا انا ماضي على عقد السنه مش 3 سنين. طب هل هي قدمت العقد اللي هي معاها نسخه المفروض؟ ما ممكن يكون ما ادوهاش، يعني مش كل اللعيبه بتاخد عقود، يعني في نوادي كتير ما بتديش اللعيبه العقد. يعني هي معهاش نسخه قدمتها؟ لا بتقول لك لا العقد ده انا ما شفتوش قبل كده. ياه وهي طعنه فيه بالتزوير؟ هي طعنه فيه بالتزوير وما خدتش مستحقاتها. طيب السؤال خلي بالك كل واحد بيجي كل شويه يطعن بحاجه مختلفه. طب هل هي طعنه بالتزوير يا فندم انتوا بتتعاملوا معاه ازاي؟ انا مش هفصل فيه بقى، ده هو يفصل فيه القضاء. هي وهي دعاء تقدمت للقضاء؟ لا ما تقدمتش للقضاء. ما عملتش حاجه في القضاء ولا الاهلي عمل حاجه في القضاء، اللي عملت اعتقد هناء والده مريم. لا الاهلي راح مركز التسويه من يومين وسدد الرسوم. راح مركز التسويه، مركز التسويه برضه في الاخر اعتبرها جهه قضائيه بس في محكمه رياضيه. واختصم اتحاد الطايره واختصم اللجنه الاولمبيه. بالظبط ما اختلفناش بس هو في الاخر هو الطعن في ايه؟ الطعن في التزوير. تمام. انا ولا اللجنه الاولمبيه هتحكم في التزوير. طب انا معلش يعني اعذرني وفي ان انا اسئلتي ممكن تبقى فيها توضيح بستوضح شويه فتحمل. اتفضل. لا اتفضل حبيبي. الله يخليك يا فندم. حضرتك
الاتحاد قرر ايقاف مريم مصطفى ودعاء 4 سنين وغرامه 100,000 جنيه. 4 اشهر. انا اسف اسف، اربع ست تبطل، 4 اشهر خلاص تبطل احسن. 4 سنين تبطل احسن. لا، 4 شهور و100,000 جنيه. ايوه. سبب هذه العقوبه هو توقيع مريم المفترض لناديين اللاعبتين، يعني مش عايزين نقول اسماء مريم ودعاء، مريم برضه نفس ما زي ما مريم موجوده. لا، انا اعتبرت ان الاهلي راح مركز التسويه، الزمالك ما خدش خطوه. الزمالك المستشار معتاد كلمني امبارح بالليل قال انا مش عايز دعاء، خلاص مش عايزه. طب خلاص، يعني الزمالك مشكلته انا مش عايز. انا اعتقد ان دعاء مشكلتها تبقى محلوله خلاص، الاربع شهور وال 100,000 جنيه وتلعب. المستشار المفترض قال لي انا مش عايزها خلاص، اللي مش عايز يلعب في نادي الزمالك مش عايزه يلعب معايا خلاص. طب خلاص، يعني قصه دعاء خلصت اعتقد كده. اعتقد كده هو ده تمام. هو بناء على كلامه امبارح قال لي انا مش عايزها خلاص تلعب معايا في نادي الزمالك، عايز تروح تلعب في الاهلي تروح. حلو، يبقى المشكله ما اعتقدش ان هي كانت هي كانت رافعه، لو كانت هترفع قضيه بس كده خلاص، مش محتاجه ترفع كده، المشكله خلصت. عشان عشان تلغي العادي وتروح تلعب في الاهلي، هي كده هتلعب في الاهلي بعد 4 شهور وتدفع الغرامه. طب خلاص، يبقى الموضوع كده بتاع دعاء خلص. المشكله بعد 4 اشهر تتسجل، تمام، يطلع لها كارنيه وتدفع الغرامه وتدفع رسوم الاشتراك، رسوم التسجيل، اللي هو الاجراءات الطبيعيه بتاعت الاتحاد. الاجراءات الطبيعيه بتاعت الاتحاد. طيب، بالنسبه لمريم الاهلي واخد اجراء قانوني. بالظبط. طيب يا فندم، العقوبه اللي هي 100,000 جنيه والايقاف 4 شهور سببه أوكي. ان مريم وقعت لناديين بالظبط في توقيت واحد، هو الاهلي والزمالك. والزمالك. اوكي. طب حلو، ده معناه ان اتحاد الكره الطايره بيعترف بعقد الاهلي، بدليل ان هو اعتبره سليم. ما اختلفتش معاك بس سليم في ما هكمل بس وجهه نظري يا فندم. اتفضل اتفضل يا بيه. مش هقطعك والله. على اعتبار ان هي موقعت هنا وقعت هنا، فبالتالي عقدها في الاهلي المفترض ان هو سليم. منين بقى العقد سليم؟ ومنين حضرتك حطيت في القرار في حاله ان ثبت تزوير هذا العقد؟ لان العقد المفترض انه وثق في اتحاد الكره الطايره وقت ما اتمضى. لا ما توثقش، لا ما توثقش. ما توثق يعني الاهلي لما مضاها ما جابش نسخه العقد وثقه؟ لما جابه في الوقت اللي هي كانت فيه وقت الأزمة. نفس في وقت الازمه لما جاب الاهلي العقد بتاعه، الزمالك جاب نفس العقد برضه. يعني الاهلي جاب العقد وقت الازمه مش قبل كده؟ لا لا لا، في وقت الازمه، اول ما فتحنا باب التسجيل الاهلي جاب عقده والزمالك جاب عقده. اللعيبه الاثنين جابوا عقود للعيبه واحده اللي هي مريم. للعيبه واحده بالظبط كده. فانت قررت ان انت الفصل في التزوير، انت مش هتجيب خبير خطوط اكيد. مش انا، مش قصتي، ده طبيب شرعي. لا، بيبقى طبيب شرعي، بيروح للطبيب الشرعي. لا اقصد ده مش اجراء عندك في اللوائح؟ لا لا، مش موجود عندنا، مش انا مش جهه اختصاص في حاجه زي كده. فانت منتظر قرار الجهات الاختصاص سواء المحكمه الرياضيه او النيابه. بالظبط، لو حد اثبت احقيته في عقده او عدم احقيته احنا هنلتزم بالكلام. طب الاهلي قال ان النيابه حفظت البلاغ اللي قدمته مريم بالتزوير. اوكي. فبما ان النيابه حفظت فهو بالتالي هذا الحفظ يعني صحه العقد. هل يرجع بقى إيه؟ خلاص، لو هو اعتبر ان الحفظ بتاع ده كان ده انا بسعرك من الناحيه القانونيه عشان انا مش يعني ماشي يا حبيبي. هو في محضرين معمولين، في محضر اداري معمول وده اتحفظ، وفي محضر تاني بالتزوير معمول. اوكي. ده لسه ما اتحفظش. لا لسه ما اتحفظش. حتى لو كانت حتى لو حضرتك سواء المحضر اتحفظ او القضيه الثانيه الاهلي كسبها، خلاص هيرجع عليها بالشرط الجزائي 3 مليون جنيه او تروح الاهلي ما هو طبعا تنفذ العقد. هيبقى ليها ايا كان بقى تمام. مكتوب في العقد ايه؟ عايزه ترجع العقد ده اما هتنفذ البند اللي فيه شرط، بما انه تم الفصل في ساعه العقد. لو هو مش عايزها، لو هي ما جاتش بقى ساعتها هتبتدي حضرتك بتتكلم بما انه الجهات القضائيه قررت صحه التعاقد، فبالتالي ينفذ الجهات القضائيه تنفذ بنوده. تنفذ بنوده ايا كان بنود العقد بقى. فانت حضرتك هتفرض هذا التنفيذ كجهه اتحاد الكره الطايره. طبعا قضاء، طبعا احنا بنحترم كلنا القضاء. طب سؤال اخير، هل مركز التسويه قرار او حكم عندما يصدر هو ملزم بالنسبه لاتحاد الكره الطايره؟ ما هو حسب ملزم ازاي يعني. هو حسب يعني افرض مركز التسويه قال ان هي من حق الزمالك، قال ان هي من حق الاهلي، قال ان العقد سليم، قال وات ايفر، ما اعرفش ايه. طبعا هو ده في الاخر جهه قضائيه يعني. ما هو جهه قضائيه بس فيما يخص الـ يعني انت النهارده في مشكله بين اثنين في حاجه بره القضاء ممكن يحكم فيها. حاجه بره القضاء حاجه ممكن يحكم فيها، لكن النهارده هتحكم في تزوير ازاي؟
ما انا ما انا ما اعرفش بقى، ما هنفترض. انا بقول لك انا بالظبط، ما انا زي زيك كده طب بالظبط هل النهارده. اذا جالك حكم وات ايفر هو ايه، انا ما اعرفش يعني، الله اعلم ايا كان الامر، الحكم هنفترض قضائي الحكم قال انها من حق الزمالك مثلا، خلاص فيعني معناها ان هو بيقول ان العقد الاهلي غلط، هل حضرتك هتاخد بالظبط. بيه؟ واذا الحكم انا قال لا ده من حق الاهلي، هل ليه هتاخد بيه؟ الحكم اللي هيجي لي من جهة قضائية انا سوف انفذه على سواء كان مركز التسوية او محكمة او اي حاجة. ما مركز التسوية، ما هو لازم هيتناقش المحكمة مركز التسوية هيحكم في ايه؟ ما هو هيحكم في تزوير. ده في اصل المشكلة ان هو الطعن مش مثلا انها ماضية في نادي ومفيش حد معترض، ان يعني مش مثلا دي عايزة تروح تلعب في نادي ودي عايزة تلعب في نادي، او احنا قلنا دي تعسفي او دي تعسفي. لا احنا ما قلناش حاجة، هو المشكلة ان في حد طعن على التاني بتزوير. فحتى المحكمة الرياضية لما تلاقي في حد طعن قدام التاني بتزوير هتقول له انا هحكم في تزوير ازاي؟ لان لا برضه ما هو احنا المحكمة بالقضاء الرياضية يا فندم عندها حاجة من اتنين، اما ان هي هتقول انها مش جهة اختصاص بالظبط وبالتالي توجهه لجهات الاختصاص، ده حاجة، بالظبط. او هي تستعين بجهة اختصاص، يعني ربما تستعين بخبير خطوط، والله ايا ربما كان لو تستعين جالي، بوزارة لو العدل جت اه لو ما مثلا. هو حاجه من الاثنين زي ما حضرتك بتقول، يا اما جهه اختصاص، يا اما هي تقول انا مش جهه اختصاص روحوا للطب الشرعي او وات ايفر ياخد محكمة اكس فده هتوجهه يروح يستكتبوها للمختص، ويستكتبوا النادي والقصه دي ويعيشوا مع بعض، اللي هم الخبراء والكلام ده. او تمام، يقول لك نجيب حد يعمل الكلام دوت، وما اعتقدش ان هم عندهم الحته دي. تمام، لكن في النهاية مهما يعني انا مش عايز ادخل ايا في كان يا بيل، ايا ايا كان كان الحكم، حكمت باكس، حكم انتوا هو بالنسبة لكم احنا ملتزمين طبعا بحكم القضاء ده اكيد. والاول ومركز القضاء ده التسوية. ومركز التسويه اعتقد لو دخلوا في القصه دي برضه، ما خلي بالك القصه دي بتقعد لها سنه سنتين. انت تقعد زي ما تقعد، انا اقصد ان اقصد بس مركز التسويه مهما كان حكمه انت بالنسبه لحضرتك ملزم. اللجنه الاولمبيه طبعا، هي اللجنه الاولمبيه طبعا تمام الجهه الاعلى تمام مننا، بس وهو وفق يكون القانون مركز التسويه حكمه ملزم. بالظبط. فهو النهارده لو حكمه ملزم في حاله ان هو وخد يكون بالك احنا غيرنا لكم القانون وحطينا لكم ماده في مجلس الشيوخ وبعتناها لمجلس النواب، اللي هي ايه بقى؟ ان ماده مركز التسويه ده هتبقى حكم نافذ، بص ما فيهوش هزار يعني. معلوش طعن. والله خد بالك، وهنشيله من تبعيه اللجنه الاولمبيه والكلام ده، والله بص يا بيه، ايا كان حكم عشان القضاء خاطر احنا فكره، انت عارف دايما مركز التسويه الناس تقول لك ننفذ ما ننفذش، اصل نروح لقضاء الاداره ما نروحش لمركز يعني دايما برضو فيها لسه لبس القصص دي بالنسبه لل بالظبط المحكمة ممكن بعد كده تروح لمحكمة القضاء الإداري احنا وترفع في تعمل التعديلات طعن. قانون الرياضه عايز اقول لك دي من المواد اللي تم يعني توضيحها بشكل كبير أكيد يعني. طبعا، ما أصل أنت عارف أي حاجة بتتعمل في الأول بيبقى محتاج طيب بعد كده شوية تعديلات تمام عليها يعني اقدر اقول ان عشان تقويها. نقدر نقول ان حضرتك ملزم بقرار مركز التسويه وفق القانون لوائح اللجنه الاولمبيه او اي جهه قضائيه خارجيه، يا ف بيه أنا انت في الاخر شارط، كعنصر محايد. أنا في قراري شارط حاجة معينة. أنا محكمة التسوية المهم اللي يرحمني أو يديني حكم، يديني يكون حكم بيقول ده في مزار او مش التدمير. مزار. بالظبط كده، تمام، ايا كان القرار غير صادر الموضوع ده منين؟ انا المهم مش يكون ما فيش يكون يحط لي حل للنقطه دي، اللي هو لكن على غير مسؤوليته، النقطه دي ما فيش اي حاجه اللي هو ثانيه على تقدر مسؤوليته تقول. حكمه ان العقد ده مزار او سليم. بالظبط كده، لكن اي حاجه فانت ثانيه مش هتنفذ هتبقى في الاخر ملزمه. اذا الحكم صادر بهذا الشكل. بالظبط، لكن ما حدش طيب يجي يقول لي لا دي مش بتاعت ده ودي بتاعت ده، طب على اساس ايه؟ لا تمام. يعني مش هنفذ حاجه الا متعلقه بالقرار اللي انا طلعته اي كمجلس اداره. بس خد بالك انه في المحاكم الرياضيه برضه هي قرارها نافذ على كل الاتحادات، ده ممكن حضرتك تبقى رافض قيد لاعب في نادي انا مش فاكر كده، انا لا انا ما اقصدش، لا قيدت انا لاعب. بتكلم بشكل عام يعني، مش ممكن لعيب يبقى ليه فلوس فالاتحاد يقرر لا ملوش فلوس يروح محكمه رياضيه تحكم له بفلوس. والله هو الموضوع كومبليكيتد شويه.